في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، يستقبل السفير السعودي في لبنان علي عواد عسيري المعزين بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. شكري الجزيل لكل من قدم التعازي من خلال هذه الشاشة ومن خلال شاشات التلفزة والإذاعات اللبنانية. ما رأيناه يعكس أين يقع عبد الله بن عبد العزيز في قلوب اللبنانيين. أفعاله تتحدث عنه، ووصيته التي تركها تتحدث عنه، حبه عبر عنه بأفعال وليس بكلمات. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله قبول حسن، وأن يجعل البركة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي لا أشك أنه سينهج نهجه. ومن أبرز المعزين في اليوم الأول مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، ورئيس نجيب ميقاتي، والنائب وليد جنبلاط على رأس وفد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وقائد الجيش العماد جون قهوجي، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. بالنسبة لي خسارة كبيرة، لأنني عرفته وحضنني بعد اغتيال والدي عام 77، وعرفته من قبل عندما عرف الملك عبد الله، كان آنذاك رئيس الحرس الوطني، عرف كمال جنبلاط وفتح أبواب المملكة على آل سعود عندما عرفه على كبير أيضا من رجالات الهرب الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. اليوم لا شك وقت لحظة حزن، لكن نفس الوقت كلام الملك سلمان مطمئن في استمرار الخط الانفتاحي والحواري والبناء، بناء المملكة العربية السعودية على أسس العلم والانفتاح. و بالنسبة للعلاقات مع لبنان، هل وقف بكل لحظة وقف مع لبنان، وقف معه ودعم لبنان عسكريا واقتصاديا، ودعم المحكمة الدولية، ولا خوف على مستقبل لبنان وعلاقات اللبنانية السعودية. يموت الإنسان ولا يموت العمل، يموت الإنسان ولا يموت المشروع. المملكة العربية السعودية هي مشروع أكبر من حدودها، كما أن المبادرة إلى يعني إلى اختيار ومبايعة الملك سلمان خليفة للملك عبد الله رحمه الله، هذا يطمئن العالم الإسلامي. الدوري اللي لعبته السعودية من زمان، مش من اليوم، يمكن من 30 سنة لليوم، كانت دائما داعمة للبنان، واليوم لازم ترجع تكمل تدعم هذا الدور، إن كان على صعيد الانفتاح يلي لعبته والتحاور بين الأديان، أو إن كان على صعيد دعم لبنان وسيادة لبنان. هذا الأساس بغض النظر عن أي طائفة أو مذهب أو إلى ما هنالك. نحن أول شيء جينا نقوم بواجب العزاء باسم حزب الكتائب، وفد من المكتب السياسي من نواب ومسؤولي الحزب، لأنه من آمن أنه المملكة لعبت دور إيجابي بلبنان ودعمت لبنان بكل الأيام الصعبة، ونحن من واجباتنا نوقف كمان إلى جانب المملكة بأوقات مثل هيدي. فنتمنى دوام الاستقرار للمملكة العربية السعودية، وهيدا كانت تمنياتنا لسعادة السفير جوا. الشعب اللبناني كله اليوم خلف المملكة العربية السعودية والعائلة المالكة وسمو الأمراء والملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد، لتعبير عن وفاء لما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم في زمن الحرب وفي زمن السلم للبنان، وآخرها كان وقوفها إلى جانب لبنان مؤخرا بالمكرمتين، إن كان المليار دولار أو 3 مليارات دولار لدعم الدولة، الأجهزة الأمنية الرسمية من جيش وقوى أمن داخلي وسائل القوى الأمنية الشرعية. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله كان للكل، لكل إنسان، لكل مظلوم، كان مع العدالة، كان واقف مع كل الشعوب العربية ومع القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، كان واقف إلى جانب لبنان، وتمثل آخر عمل قام فيه، يعني العمل العظيم اللي حياة وقف مع لبنان فيه، وقف مع مؤسساته من خلال المكرمة الكبيرة اللي قدمها 3 مليار دولار، وكمان مؤخرا مليار دولار كمان للقوى الأمنية كلها سوا، واللي عم تمكن اليوم الجيش بأنه يصمد ويواجه من يعتدي عليه من إرهابيين. نوجه عزائنا إلى الشعب السعودي، ونعلم بأن الملك الجديد الملك سلمان يعني سيولي الاهتمام
الكافي للبنان كما فعل الملك عبد الله رحمه الله. غياب الملك عبد الله بن عبد العزيز هو خسارة للقضية الفلسطينية، كان جلالته داعم أساسي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وخصوصا قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. نحن بهذه المناسبة نترحم على الملك عبد الله بن عبد العزيز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خليفته. كما قدمت التعازي وفود سياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية وقضائية ورياضية وإعلامية وفنية، ومن المقرر أن يستمر تقبل التعازي حتى يوم الاثنين المقبل.